كنقدموا التقرير السنوي برسم سنة 2023 واللي هو كيتميز بكونه تقرير لأول سنة مكتملة بعد دخول القانون 46-19 حيز التنفيذ. وهذا التقرير كيشمل ستة ديال الأقسام. القسم الأول بالطبع هو كيوقف على تشخيص ديال ظاهرة الفساد والتطور ديالها في بلادنا، واللي كيخلاصة أنه كيبقى الوضع غير مرضي وأن المغرب مازال ما استطاعش باش يحسن سواء التنقيط ديالو او الترتيب ديالو على المستوى الدولي. وهذا التشخيص تطرق من خلال المؤشرات والتقارير الدوليه، ولكن كذلك من خلال التقارير الوطنيه اللي نشرتها مؤسسات وطنيه سواء بنك المغرب او النيابه العامه او مؤسسات متعدده، وكذلك من خلال البحث الوطني اللي قمنا به في القسم الأول ديالو اللي يشمل المواطنين القاطنين في المغرب وكذلك مغاربة العالم. والقسم الثاني ديالو اللي يشمل المقاولات واللي كيبين بأن مظاهر الفساد والفساد كتستأثر بالاهتمام من الاهتمامات الأساسية ديال المقاولات وديال المواطنين. واللي كيبين هذا البحث كيبين بأن التعرض للفساد كيبقى في مستويات مرتفعة، بحيث أن كاين 23% من المقاولات المسؤولين المقاولات اللي كيصرحوا أنهم تعرضوا خلال 12 شهر الأخيرة إلى حالة فساد. واللي اللي كيأكدوا عليه هو أن في بما يخص الحصول على خدمات اللي عندهم الحق فيها ماشي بالامتيازات، واللي جعلنا أننا نصبوا على تقييم السياسات العمومية بصفة عامة المتعلقة بمجال الوقاية ومكافحة الفساد، وخاصة الاستراتيجية الوطنية اللي انطلقت منذ 2015 واللي وقفنا على النواقص ديالها سواء من ناحية ديال الحكامة ديالها، بحيث أن ما استفدتش من الآليات اللي ديال الحكامة من خلال انعقاد المنتظم ديال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اللي ما عقدت إلا اجتماعين خلال فترة كاملة، أو من خلال اللجان التنسيقية ديال البرامج. واللي وقفنا كذلك على المضامين وهيكلة البرامج اللي كتتعلق بهذه الاستراتيجية، واللي استخلصنا منها شنو هما الإنجازات اللي يمكن نستثمروها مستقبلا واللي كيمكن نقويوها ونجعلوها أنها تمشي في اتجاه خلق آثار أكبر. وكذلك من خلال تحليل النواقص وتحليل ما يمكن معالجته وإعادة تأطيره وإعادة توجيهه، وكل وهذه المسائل كلها استثمرناها في التهيئة والتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة من أجل استراتيجية من جيل جديد، واللي الهيئة فتحت بخصوصها أزيد من 40 ورش من أجل إعطاء واحد القاعدة صلبة لهذه الاستراتيجية المستقبلية، واللي كتوخى أنها يكون نتائج بما فيه على المستوى القريب، واللي غادي يكون فيها تخطيط يعني ديناميكي، واللي غادي يجعلنا أننا نوصلوا الأهداف اللي مسطرة واللي قابلة للقياس، ماشي من بعد فترة 10 سنوات، ولكن اللي غادي تكون تتبع ديالها سنة بعد سنة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى أولاً التقرير التشخيص ديالو يؤكد على أن الوضع كيصبح غير مرضي، لأننا ما استطعناش أننا نغيروا هذا الوضع. اللي كان يخلصوا التقرير هو أن المقومات ديال الانتقال إلى حقبة جديدة اليوم موجودة، وهي اللي غتجعلنا أننا نمشيو في اتجاه قلب يعني جعل أن
المنحنى يتغير ويمشي في اتجاه ديال تقليص آفة الفساد بكيفية ملموسة وكيفية مستدامة واللي غادي تكون سنة بعد سنة. على التوجهات احنا غنتكلموا على التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة اللي كتقترح الهيئة واللي هي اليوم موضوع تشاور موضوع يعني تبادل مع جميع المتدخلين السلطات وهيئات وكذلك فاعلين في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني. هذه التوجهات كتجعلنا أننا نبنيو على 8 ديال الركائز 6 أساسية وجوج مصاحبة ومن بينهم ركيزة ديال التكوين والتربية والتوعية على آفة الفساد والكيفية ديال الانخراط في مواجهته.